الشهر. إذا مش مقصود شهر بعينه، مش مقصود شهر بعينه، وإنما الأشهر الحرم، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، رجب السابع. هذه طبعا إيش بقي من أحكامها على فكرة هذه الأشهر الحرم؟ أولا بدي تنتبهوا لهذه المسألة. الغريب أنه من الأمور المهجورة واللي يندر أن نجد العلماء أو الخطباء في بلادنا بالذات بيلفتوا الانتباه إلها، وهي عند دخول الأشهر الحرم ينبغي تنبيه الناس، تنبيه الناس لهذه الأشهر من أجل أنهم يعرفوا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق سماوات والأرض منها أربعة حرم. طيب وين تذكير الناس بالأربعة الحرم؟ تسمعوا أنتوا حدا بذكر؟ ثم هي منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بمعنى هاي الأشهر بالذات بدكم تكونوا متنبهين تماما تبعدوا عن المعاصي. طب ما هي المعاصي، ما هي المعاصي يفترض أنه نبتعد عنها في كل زمان. ما هو يعني لما تكون أنت في ليلة القدر يعني إلها خصوصية، لما تكون في المسجد الحرام برضو المسجد الحرام بده تحترم الموقف. موجود أنت في المسجد ولا في داركم بيختلف الوضع، موجود في رمضان ولا خارج رمضان. وهون الغريب أنه لا يتم تنبيه الناس، ديروا بالكم هي دخلت الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني المعصية معناته فيها ديروا بالكم هذه الأشهر. طب ليش؟ أيوة ما هو إحنا بننبه المسلم في اتجاهات كثيرة ويربى أكثر من تربية. هاي هون يقال له في رمضان، طبعا المسلم بجوز يتنبه أكثر في رمضان، يتنبه أكثر نتيجة الصيام والجو العام في المجتمع والآخري يتنبه أكثر. الآن في له تربية ثانية، دير بالك لما بتدخل الأشهر الحرم انتبه. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذا حكم باقي إلى يوم القيامة، إنه المعاصي ديروا بالكم في الأشهر الحرم مش زي غيرها، مش زي غير. نعم ولا ليش عم بحذر؟ كيف المسجد الحرام؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب إيش؟ أليم أليم مش هيك؟ إيه؟ طيب ماشي. هو جميل تدخلوا مرات انتوا هالدخلات بس، ومنغفر الدخلات اللي فيها غلط، هي هاي غلط تتأكدوا منها. اثنين، وانا وانا بحكي مرات على فكرة بخطئ، جيد تدخلوا بس مش برضو كثير، لانه مرات ممكن يكون. لذلك في درس ماضي انا قلت مثلا اوروبا مساحتها 10,000 كيلومتر مربع، وأنا مش منتبه إني قلت 10,000، ما هي 10 ملايين هي، ولا 10,000 ما هي هي. أنت ظليت ساكتين مثلا، ظليت ساكتين، قلت أبصر شيء، كنها أوروبا يعني تقلصت مع الاتحاد الأوروبي يعني. طيب المهم، فمرات بلاحظ نفسي لأني براقب الدرس بلاحظ وبلاقيكم ساكتين. المهم بعدين ما هو الاختيارية برضو لهم عذرهم. طيب